من الصعوبة مما كان أن يبقى، لكن إذا فاز يعني خصوصا يعني مباريات المتبقية أيضا صعبة، مباريات الحزم المتبقية في الجولة 21 مع الشباب، ثم يلعب مع التعاون، ثم يلعب مع الاتفاق، ثم مع نجران، يعني مع الفرق التي أيضا تنافس، ثم مع النصر، ثم مع الفتح، مباريات صعبة جدا. الرائد أيضا يبقى في الجولة القادمة مع النصر، ويبقى مع الاتفاق، ومع القادسية، ومع الهلال، ومع الفيصلي، ومع الأهلي في الجولة الأخيرة. لكن إصابة حكم المباراة المساعد بدر الشمراني، بالسلامة بدر، حكم المساعد الأول، مع مرور نص ساعة من زمن شوط المباراة الأول، بالسلامة بدر الشمراني، حكم المساعد الأول، يسقط ويتلقى العلاج من قبل المشاهدة. لكن عموما يعني ربما شد، وربما يعني ماذا حصل للحكم المساعد بدر الشمراني. عموما يعني في خيار أن الحكم الرابع ربما ينزل مكان بدر الشمراني، لكن عموما ننتظر ماذا سيحدث في الدقائق القادمة. هل يعود الحكم؟ من النوادر بصراحة أن نشاهد حكم يصاب، لكن على ما يبدو أنه لم يوجد. وإلى جانب الرئيس الذهبي للرائد المحبوب، الرئيس المحبوب أستاذ فهد المطوع، رئيس نادي الرائد، والرجل الذي يقود الرائد ربما لتسجيل نتائج ممتازة، حارس مرمى الرائد، الحارس الذي برز واختير للمنتخب السعودي للشباب من قبل المدرب الوطني خالد القروني، والمباريات التجريبية التي خاضها المنتخب السعودي للشباب في الفترة السابقة في الأسبوع الماضي، استعداد لنهائيات كأس العالم للشباب 2011 التي ستقام في كولومبيا. لكن كما ذكرت الحكم الرابع إذن سيدخل، بينما واضح يعني أن ربما كان هناك شد أو تمزق في عضلة الساق بالنسبة لبدر الشمراني الحكم المساعد، وبالتالي سيأخذ مكان الحكم الرابع، سيأخذ مكان الحكم الرابع، ويدخل مكان الحكم الرابع محمد العويس. بدر الشمراني حكم دولي مع الشارة الدولية اعتماد في 2010، بينما ضربة مرمى عند الكسار، بالسلامة في الملعب من عرضا وطولا، لكن كرة عند أحمد الكسار، يلعب الكرة الطويلة إلى الأمام بالكعب من جانب عقال، ثم الكرة الأمامية، لكن التسلل موجود.